ظاهرة معقدة جدا حيرت العلماء حتى الآن، لم يعرفوا أسبابها، لم يستطيعوا علاجها، على الرغم من الملايين التي أنفقت على أبحاث دراسة ظاهرة تسمى الموت المفاجئ أو موت الفجأة، إلا أن العلماء حتى الآن يقفون عاجزين أمام تقدم هذه الظاهرة وانتشارها في السنوات القليلة الماضية واليوم. ما هي أسباب هذه الظاهرة؟ هل يمكن الوقاية منها؟ لماذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من شرها؟ هل هناك آيات من القرآن يمكن بتلاوتها أن ننجو من هذه الظاهرة بإذن الله؟ طيب، ما هو مصير من مات موتا مفاجئا إن كان مؤمنا أو غير مؤمن؟ طيب، ما علاقة هذه الظاهرة باقتراب الساعة؟ لماذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام كشرط أساسي من شروط اقتراب الساعة أن تتحقق هذه الظاهرة وبالفعل نراها اليوم؟ كل هذا سنتناوله في هذا اللقاء المهم، أرجو أن تتابعوا معنا حتى آخر الحلقة، لأن هناك معلومات مهمة أتمنى أن يتعرف عليها الجميع، لأن هذا الموضوع يهم كل واحد منا. كل واحد منا سيموت أيها الأحبة، كل نفس ذائقة الموت، لذلك أي دراسة أو أي بحث عن الموت ينبغي أن تهتم به أخي الحبيب، لأن الموت قد يأتيك بعد ثانية، قد يأتيك غدا. الله سبحانه وتعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك أنت تعرف تاريخ ولادتك، تاريخ ولادتك تعرفه جيدا، ولكن الله أخفى عنا لحظة الموت أو تاريخ موتنا رحمة بنا، لنبقى نتمتع بهذه الحياة ونعمل ولدينا طموح وأمل، ولكي يعطيك الله الفرصة تلو الفرصة لتتوب إليه وترجع إليه. لذلك أي بحث أو دراسة يتعلق بالموت، أنا بنظري كل إنسان يجب أن يهتم به، لأنه سيلاقي هذا المصير أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني لا ينجو لا فاجر ولا ظالم ولا طاغوت ولا مؤمن، الكل سيموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. هذه الظاهرة متى بدأت؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة الموت مفاجئ غير معروفة أيها الأحبة، كانت نادرة الحدوث. قبل 100 سنة مثلا كانت هذه الظاهرة نادرة، ولكن في السنوات الماضية القليلة أصبحنا نسمع كل يوم عن موت شاب لا يعاني من أي شيء، مات فجأة، إنسان يقف مات، إنسان نائم أصبح ميتا، انتشرت بشكل كبير. دعونا نأخذ أولا الجانب العلمي أو من درس هذه الظاهرة. هذه الظاهرة درسها عالم اسمه فرامينغهام، وبدأت هذه الدراسة وسميت باسمه، بدأت عام 1948، يعني قبل 76 سنة من تاريخ اليوم. وتقول الدراسة إن أكثر من نصف، يعني أكثر حتى من 60% من الذين شاركوا في هذه الدراسة ماتوا، ودرست حالات موتهم بطريقة دقيقة جدا، والدراسة فيها تفاصيل دقيقة عن موت كل شخص وعن تاريخه المرضي أو الطبي. طبعا بيّنت الدراسة أن الرجال في عمر من 45 ل 75 والذين ماتوا بسبب أمراض القلب، يعني هذه الدراسة شارك فيها الآلاف، هناك فئة من الناس من عمر 45 إلى 75، هؤلاء هذه العينة ماتوا نتيجة أمراض قلب، 60% منهم مات موتا مفاجئا دون سابق إنذار. إذن الموت المفاجئ ظاهرة منتشرة، ليست نادرة، قد تصيب الكبار وقد تصيب الصغار وقد تصيب الشباب إلى آخره. فبينت هذه الدراسة أن سبب الموت القلب المفاجئ هو الاضطراب المفاجئ الذي يتولد نتيجة عدم الاستقرار النفسي. ويقولون مهما كانت العناية مشددة وحتى لو تم إسعاف المريض بكل الوسائل، إلا أن العلماء أو الأطباء يفشلون في إيقاف الموت المفاجئ. لذلك وسائل الطب الحديث استطاعت علاج بعض أنواع السرطان، واستطاعت إيجاد علاج لبعض الأمراض الوبائية التي كانت تحيلة العلاج في الماضي، واستطاع العلماء علاج الكثير من الأمراض، ولكن الموت المفاجئ ليس له علاج، وهو ظاهرة بدأت في العصر الحديث
تنتشر، وكل يوم هناك زيادة في أعداد الذين يموتون موتا مفاجئا. طيب قد يقول قائل، ما هو الموت المفاجئ؟ كيف يعرفه العلماء؟ الحقيقة هذه الدراسة تعرف أن الموت المفاجئ هو الموت الذي يتم خلال ساعة من بدءا من ظهور الأعراض، ولا يمكن إيقاف هذا الموت مهما فعل حتى لو كان داخل المشفى. يعني قد يظن البعض أن المريض إذا كان داخل المشفى وكل محاط بكل وسائل الرعاية الطبية أنه ينجو من الموت مفاجئ، لا، هذا غير صحيح. الدراسة تقول الذين يموتون موتا مفاجئا 10% منهم يموتون داخل المشافي و90% خارجها. يعني هؤلاء 10% الذين يموتون داخل المشفى، هؤلاء أكيد يتوفر لهم كل وسائل الرعاية، إلا أن كل هذه الوسائل تفشل في إنقاذهم من الموت المفاجئ. في أمريكا طبعا يعتبر السبب الأول للوفاة هو أمراض القلب، تبلغ النسبة 28% من حالات الوفاة، هذه إحصائية في الولايات المتحدة الأمريكية. تقارير تقول إنه في عام 2001 مات بحدود 700,000 إنسان بسبب أمراض القلب، وذلك فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. بحدود 300,000 منهم ماتوا موتا مفاجئا بسبب أمراض القلب، يعني لم يتمكن الأطباء من إنقاذهم. هذه الإحصائيات تؤكد أيضا أن نسبة الموت القلب المفاجئ تزداد على مستوى العالم. واللافت في هذه الدراسة أن الرجال أسوأ حظا من النساء، فالرجال يتعرضون للموت المفاجئ أكثر من النساء بثلاثة أضعاف، وهذا طبيعي لأن قلب المرأة أقوى من قلب الرجل في تحمل الضغوط النفسية. يعني هذه حقيقة أيها الأحبة، أن قلب الرجل دائما، أو أن الرجل هو الذي يتحمل القسم الأكبر من الضغط النفسي، من ضغوط الحياة. فإذا هنا أيها الأحبة، كل الأبحاث والدراسات استطاعوا مثلا تخفيض وفيات ناتجة عن كثير أنواع الأمراض، إلا موضوع الموت المفاجئ النسبة تبقى ثابتة أو تتغير، يعني تزداد باستمرار. طيب ما هي أسباب هذه الظاهرة؟ لماذا يموت إنسان موت مفاجئ وإنسان آخر لا يموت؟ العلماء يعتقدون أن الضغط النفسي له تأثير كبير أيها الأحبة. يعني قد يبدو شاب أمامك لا تظهر عليه أي أعراض، يبدو بصحة جيدة، يعني كل أجهزة جسده تعمل بطريقة رائعة، على الرغم من ذلك يموت موتا مفاجئا. عندما قام العلماء بدراسات متعددة حول هذه الظاهرة، وجدوا أن الضغط النفسي الذي يتعرض له الإنسان يؤدي إلى مشاكل وتراكمات تنعكس على نظام عمل القلب، مما يزيد احتمال الموت القلبي المفاجئ. طبعا المرحلة الأكثر تعرضا للموت المفاجئ هي الأربعينات والخمسينات من العمر، يعني من 40 إلى 50 سنة، فهذه الفترة يكون فيها الإنسان في أشده، يعني عقله اكتمل وفي قمة قوته. تعلمون أن بعد سن 40 تبدأ الانهيارات والتنكسات في الدماغ وفي الجسد بشكل عام، يعني هو يبلغ أشده كما قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. فضروري أيها الأحبة من بلغ سن 40 ليحذر. لذلك القرآن هنا ذكرنا، يعني هذه الدراسة تذكرك، تقول من سن 40 احذر أيها الإنسان، قد تتعرض لموت مفاجئ. القرآن ماذا قال؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني بلغ أقصى قوته، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني يا رب ألهمني وأكرمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. فالتوبة مطلوبة أيها الأحبة، يعني رسالة لكل إنسان بلغ 40 أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسارع في أعمال الخير، وأن يسارع في العبادة وأعمال البر، لأن هذه الأعمال، أعمال البر أصلا، تصرف عنك شر الموت المفاجئ. نحن تحدثنا كثيرا عن دراسة طويلة لجامعة هارفارد، وجدت أن الذين شاركوا في هذه الدراسة وعاشوا أعمارا طويلة وتمتعوا بصحة أفضل ونظام مناعي أقوى،
كانوا من النوع الذين يحسنون للآخرين، يقومون بأعمال بر، يقومون بأعمال يعني فيها خير، تقديم خير، تسمى أعمال تطوعية. وبالتالي هنا القرآن يعلمنا أن نحسن للناس، يعني أن نعمل من الصالحات. العمل الصالح ليس هو العبادة فقط أيها الأحبة، بالعكس قد يكون بعض الأعمال الصالحة أهم من الصلاة والصيام، إصلاح ذات البين كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. الدعوة إلى الله مهمة جدا، أن تنقذ إنسانا من الضلال أو من الموت، أن تساعد إنسان محتاج، أن تمشي في حاجة أخيك، هذه كلها أعمال البر تطيل العمر وبالتالي تصرف عنك شر الموت مفاجئ. يقولون أيضا إن التدخين، وهذه رسالة للمدخنين أحبتي في الله، من يدخن ينتبه معي، التدخين يرفع احتمال الموت المفاجئ 3 أضعاف، 300%. إذا كنت من المدخنين فإن احتمال أن تموت موتا مفاجئا يرتفع لديك الاحتمال إلى 300%، تصور. فهذه رسالة تحذير قوية لكل من يدخن أن يتوقف الآن نهائيا، لأن القضية فيها قضية حياة أو موت، وهي نوع من أنك ترمي نفسك في التهلكة الذي نهى الله عنه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لماذا ربطت أن تلقي نفسك، منعك من أن تلقي نفسك في التهلكة وأمرك بالإحسان؟ لأن أعمال البر والإحسان تقيك شر الهلاك وشر الموت المفاجئ كما يقول العلماء. وبالتالي احفظ معي هذه الآية أخي الحبيب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا كنت من المدخنين أخي الحبيب فأنت احتمال أن تموت موتا مفاجئا احتمال 300%. لذلك احذر ووفر أموالك ووفر صحتك وأحسن للناس، يعني هذا المال الذي تدخن يعني فيه هذا الثمن أحسن فيه للناس، أنفقه فتكون ممن أحبهم الله، وتزيد في عمرك وتزيد في صحتك وتستمتع بالحياة أكثر. هل يوجد علاج لهذه الظاهرة، ظاهرة الموت المفاجئ؟ الحقيقة حتى الآن لا يوجد أي علاج لهذه الظاهرة. إذا جاء الموت المفاجئ مثل الزلزال، سبحان الله، على الرغم من كل الدراسات وكل الأجهزة التي يضعها العلماء لقياس حركة الزلازل ولرصد النشاط الزلزالي، إلا أن الزلازل حتى الآن تضرب من دون سابق إنذار. كذلك الموت المفاجئ يضرب الإنسان دون سابق إنذار، والعلماء فشلوا تماما في إيجاد علاج لهذه الظاهرة. ولكن طبعا يقدمون لنا نصائح، النظام الغذائي، التخلص من الضغط النفسي. طبعا لدينا نحن شيء أيها الأحبة الملحدون فقدوه للأسف، ميزة في الإسلام هي الصبر، هي مفتاح الجنة، هو علاج. الصبر علاج أخي الحبيب لأمراض العصر، للضغوط النفسية. كيف تتخلص من الضغط النفسي؟ بالصبر. والصبر إذا كان ابتغاء وجه الله كما قال تعالى، واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال أيضا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. هذا الصبر هو أولا مفتاح الجنة يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول عن الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا هذا الأمر مهم جدا، هو علاج يخفف الضغط النفسي. الضغط النفسي ينتج نتيجة ماذا؟ عندما تتعرض لمشكلة لا تجد لها حلا، تتعرض لظلم وأنت عاجز لا تستطيع فعل شيء، تتعرض لضائقة مادية وأنت عاجز، فتتراكم هذه الضغوط حتى تهلك صاحبها. الصبر يعطيك نافذة من الأمل، يزودك بطاقة هائلة من الأمل بالله، وبالتالي هذا الأمل يجعلك أكثر صحة وأكثر يعني سعادة في هذه الدنيا مهما كانت ضغوط قوية جدا. لذلك حتى نحن ذكرنا ذات مرة دراسة أن الإنسان المؤمن بالله الواثق بالله حتى لو كان غير مسلم، الشرط أن يؤمن أن الله قادر أن يشفيه، يتماثل للشفاء أسرع
من الملحد الذي ينكر وجود الله ويتعرض لآلام أقل، يعني لديه قدرة على تحمل الألم أكبر من الملحد الذي ليس لديه أمل. ما هو الإلحاد أيها الأحبة؟ أنا إذا أردت أن ألخص لك الإلحاد بكلمة أو بعبارة قصيرة جدا أقول لك الإلحاد هو اليأس باختصار. مجرد أن دخلت في طريق الإلحاد دخلت في طريق اليأس. لذلك هنا هذا المعنى أدركه سيدنا يعقوب عليه السلام عندما قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لماذا؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصبر أخي الحبيب هو مفتاح علاج الضغوط النفسية، وكل الأنبياء صبروا، كلهم صبروا، وسيدنا محمد هو أكثرهم صبرا على البلاء صلى الله عليه وسلم، لأن منزلته عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. طيب نعود لموضوع الموت المفاجئ، هل هناك أساليب للوقاية من هذا الموت؟ الحقيقة أنا لدي آية في القرآن الكريم مهمة جدا أن نقرأها ونحفظها. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أخي الحبيب أكثر ما يجعل قلبك مطمئنا هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله هو القرآن، وذكر الله هو الأذكار التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا أردت تقي نفسك من شر هذا الموت بإذن الله سبحانه وتعالى فأكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله يهدئ ويطمئن القلب ويجعلك أكثر استقرارا. لماذا؟ خذ على سبيل المثال قصة سيدنا يوسف، هي مواساة لكل إنسان مهموم، لكل إنسان يائس، لكل إنسان فقد الأمل من ممن حوله. كل من كان حول سيدنا يعقوب عليه السلام فقدوا الأمل أن يعثروا على يوسف، انتهى، مضت سنوات طويلة، عشرات السنين، كلهم يائسوا إلا سيدنا يعقوب عليه السلام كان يزرع الأمل فيهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك اليأس ماذا؟ الكفر. فالإنسان الذي يدخل في طريق الإلحاد دخل في نفق من اليأس لا يخرج منه إلا إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا أيها الأحبة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشار إلى أمارات الساعة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من موت الفجاءة ومن فجاءة نقمة الله سبحانه وتعالى، ويستعيذ من كل شيء مفاجئ، لأن المفاجأة تعني البغتة، تعني أن الإنسان غير مستعد للموت. فلذلك أيها الأحبة هنا أيضا يمكن أن نقول إن المؤمن الذي يزداد إيمانا بالله ويصبح قريبا من الله، الله يكرمه ويعطيه إشارات لاقتراب الأجل لكي يقوم ببعض الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها، مثل الوصية، مثل تدبير حاجات أولاده أو من حوله وهكذا. لذلك أيها الأحبة هذه الظاهرة ربطها النبي عليه الصلاة والسلام باقتراب الساعة. في زمن نبيكم عليه الصلاة والسلام حقيقة لم يكن أحد يسمع بهذه الظاهرة، النبي تحدث عنها في ذلك الوقت، وبما أنها بدأت تظهر الآن في العصر الحديث وفي السنوات القليلة الماضية ولا زالت تظهر وتكثر، فهذا مؤشر على اقتراب الساعة، وهذه نصيحة نبوية لنا. يعني عندما ربط النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم اقتراب الساعة بظهور الموت المفاجئ، ما معنى أن يظهر؟ يظهر يعني ينتشر. فانتشار هذا الموت المفاجئ وزيادة أعداد من يموتون موتا مفاجئا، هذا الأمر ينبغي أن يكون إنذارا لنا لنعود إلى الله، لأن كل واحد معرض لهذا الموت أيها الأحبة، كل إنسان معرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن موت الفجأة عندما سئل عنه قال: موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. يعني الكافر يتحسر ويتأسف، يأتيه الموت حسرة عليه،
لا يعني لا توجد فرصة للتوبة. بينما المؤمن أولا يرتاح من هذه الدنيا، الملائكة تبشره بمقعده من الجنة. المؤمن إذا مات موتا مفاجئا يجد أن الملائكة هي التي تأتي وتبشره بالجنة، وبشراكم اليوم كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني هذا المؤمن الذي مات موتا مفاجئا هو الآن لا يحزن ولا يخاف، بل هو فرح وأبشر، هو مستبشر: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بماذا؟ بالجنة التي كنتم توعدون. هذا الإنسان الذي مات الآن موتا مفاجئا لا يتمنى أن يعود للدنيا إذا كان مؤمنا، ولكن الكافر يتحسر على نفسه ويقول كما قال تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالكافر لا يعطى فرصة أبدا للتوبة لأنه أعطي كل الفرص، تنفذ فرصه. وبالتالي أخي الحبيب، صحيح أن الموت يأتي فجأة، ولكن المؤمن له كرامة عند الله. الله يرتب يدبر له الأمور فيأخذه بتوقيت مناسب يكرمه لحظة الموت. ملخص هذا اللقاء أخي الحبيب: موت الفجأة بدأ يظهر في الآونة الأخيرة، وبدأ يكثر وسيكثر في الأيام القادمة. وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لنحذر، لأن موت الفجأة مرتبط باقتراب الساعة، فينبغي علينا أن نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نستعيذ بالله من شر موت الفجأة وشر أي شيء يأتي فجأة لنا، ونكون قريبين من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عندما تتوكل عليه هو الذي يدبر أمورك، هو الذي يختار لك الوقت المناسب للموت. الله بيده، الموت يأتي بإذن من الله عز وجل، لا يموت إنسان لا بسبب حادث ولا بسبب أي شيء آخر إلا بإذن الله. يجب أن يصدر الإذن من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فينبغي أن تعتقد أن موتك بيد الله، وحياتك بيد الله، ورزقك بيد الله، وأن كل شيء في هذا الكون هو بيد الله. هذا الاعتقاد يريح النفس أخي الحبيب، ويجعلك أكثر قدرة على تحمل صعوبات الحياة، لأن المؤمن مبتلى كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لذلك نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الذين صبروا ابتغاء وجه الله، واصبر وما صبرك إلا بالله، وأن يجعلنا من الفرحين بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.